تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة إطلاق القافلة الطبية المجانية للكشف والفحص الطبي بالمجان بالمركز الطبي الحضري بالرويسات بمدينة شرم الشيخ. تضم القافلة عدة تخصصات طبية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء. بنلف كل وديان جنوب سيناء، بيبقى كل الوديان لازم تكون تبعد مسافة أكتر من 15 كيلو عن أقرب مستشفى عام أو مركزي. وفي هنا إحنا النهاردة هنا في الرويسات بمدينة شرم الشيخ، الرويسات اللي هي أحب أنوه اللي كان فيها سيادة الرئيس بيزورها من خلال شهرين، ومعانا تخصصات طبية جراحة وأطفال وبطنة ونساء وتنظيم أسرة وجلدية وأنف وأذن وأسنان ومعمل طفيليات ومعمل دم وصيدلية فيها حوالي 120 صنف دواء. وإن إحنا هنا بنغطي وديان جنوب سيناء في كل المدن كل 3 شهور تقريبا.